في شأن آخر، أفادت صحيفة تلغراف البريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيستعد للإعلان عن قاعدة المتر الواحد للتباعد الاجتماعي بهدف تسريع تعافي الاقتصاد. وضحت الصحيفة أن القاعدة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 4 من يوليو وستطبق في جميع الأماكن بما فيها المكاتب والمدارس والحانات، وسيسمح هذا الإجراء للمواطنين بالحفاظ على مسافة متر واحد عن غيرهم شرط الالتزام بالكمامات والقيود الصحية. الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب أيضا من لندن الدكتور أحمد عبود المحلل الاقتصادي. دكتور أحمد، مساء الخير ورحب بك في هذه الجولة الإخبارية. أي مدى هذا القانون، هذا القرار الجديد، يخضع لضغوط المحال التجارية رجال الأعمال في بريطانيا؟ اهلا وسهلا بحضرتك، فرصه سعيده. اهلا بك. هو فعلا زي ما انت ما قلت، هم حاليا بيتم مراجعه هذا القرار الخاص بتطبيق متر واحد بدلا من 2 متر. واعتقد هو يعني اتجهوا لهذا القرار لان في بعض الاحيان بعض القطاعات يصعب عليها العمل في ظل وجود 2 متر مسافه ما بين كل شخص وشخص، بالاخص المطاعم والبارات وما الى ذلك. فمبدئيا تطبيقه صعب جدا، ولذلك صعب تطبيق ال 2 متر ولا المتر؟ صعب تطبيقه جدا يا فندم، لان الحانات حجمها صغير جدا، ما ينفعش تطبيق 2 متر مسافه، صعب جدا. في بعض الاماكن على سبيل المثال زي المدارس او الحضانات، صعب جدا تقنع طفل صغير ان يترك مسافه 2 متر. الاقتصاد البريطاني ايضا يعاني، الحكومه تريد ان تجعل هذه القطاعات في العمل، على سبيل المثال المطاعم والحانات وما الى ذلك. لو ذكرنا بعض الارقام، الحكومه البريطانيه اقترضت هذا الشهر ما يقرب من 55 مليون جنيه مليون جنيه استرليني فاصل شرطه، وهذا الاقتراض يعادل اقتراض عام كامل سابق على سبيل المثال، هو 9 أضعاف ما تم اقتراضه في العام السابق. حجم الخسائر عالي جدا في الاقتصاد البريطاني. الهدف من هذا هو ايضا ضخ اموال في الاقتصاد، تنشيط العمليه الاقتصاديه وما الى ذلك. طيب، يعني يبدو ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما ان فاز بالانتخابات البرلمانيه العموميه الاخيره حتى لحقته الازمات العالميه، سواء كورونا وحتى ازمه داخليه ما يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، كيف تتعاطى الحكومه البريطانيه، حكومه المحافظين، مع هذه الازمه؟ انت قلت ان هناك استدانه كبيره من قبل الحكومه البريطانيه، لكن هل هناك حزمه اقتصاديه، حزمه تحفيزيه للاقتصاد البريطاني، للشركات والمؤسسات الكبرى الاقتصاديه في بريطانيا؟ نعم، لو تطلع الحكومه تحاول ضخ اموال هائله في الاقتصاد من اجل عمليه الريكفري السريعه. لو ذكرنا ما تم ضخه في الاقتصاد البريطاني منذ ازمه الكورونا ما يقرب من 745 مليون جنيه استرليني، فتم ضخ ما يخص البريكسيت ما يقرب من 425 مليون استرليني. هذه المبالغ مرتفعه جدا لو قارناها بما تم ضخه من قبل. على سبيل المثال، ما تم ضخه في خلال الازمه العالميه في عام 2009 هو ما يقرب من 200 مليون 200 الف استرليني. اما الان تم ضخ حتى الان 475 مليون استرليني في الاقتصاد البريطاني. الحكومه تساعد الشركات بدفع جزء من رواتب العاملين في القطاع الخاص، ولكن هي المشكله ايضا ان من الصعب الاستمرار في هذا المنوال في دفع المرتبات في القطاع الخاص، في ضخ اموال الى الاقتصاد. حجم الاقتراض عادل الدخل القومي لهذا العام، هذا رقم لم نراه منذ عام 1993. بريطانيا تعاني، ولكن ايضا لا نستطيع ان نقول انها تعاني وحدها، جميع الدول تعاني. نعم، لكن تعاني. الموضوع في بريطانيا ربما عن غيرها من الدول الاوروبيه يبدو مضاعف، بما ان بريطانيا خرجت للتو من الاتحاد الاوروبي وكان امامها الكثير من المحادثات مع الاتحاد الاوروبي حتى يمكن تبيان واستيضاح العلاقه الاقتصاديه تحديدا بينها وبين دول الاتحاد الاوروبي، وربما هناك توجه من هذه الحكومه البريطانيه، حكومه بوريس جونسون، للخروج من هذا التكتل الاوروبي اقتصاديا، وان يكون هناك ارتباطات اقتصاديه، اتفاقات تعاون تجاري واقتصادي بين دول اخرى كالصين، كاليابان، كالولايات المتحده، كدول الخليج، كروسيا، وبالتالي هناك استراتيجيه ربما مختلفه عما كانت عليه بريطانيا في السنوات السابقه منذ ستينيات القرن الماضي وربما حتى خروجها من الاتحاد الاوروبي. وبالتالي هل يمكن القول ان بريطانيا سوف او انها حاليا تراهن على الاتفاقيات الجديده واتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الكيانات الاقتصاديه الكبرى في العالم التي تحل بديلا عن الاتحاد الاوروبي تعول عليها في الخروج من ازمتها الاقتصاديه سواء من كورونا او حتى جراء خروجها من الاتحاد؟ نعم،
هو كل شيء شخصيا هو كان مؤيد عملية الخروج من البداية من الاتحاد الأوروبي، وهو يرى أن الانفصال في مصلحة الاقتصاد الأوروبي وفي مصلحة المواطن البريطاني من البداية، من بداية الحملة الانتخابية له هو يؤيد هذه الخطوة، وهو داعم لها بقوة. هو نعم بدأ وزيه برنامج، نعم، لكن لم يكن في الحسبان ما يتعلق بأزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية. نعم، ولم يكن في الحسبان، ولكن الحكومة تتجه في المسارين. على سبيل المثال، هو تم إجراء اتفاقات تجارية مع أستراليا، تم إجراء اتفاقات تجارية مع أمريكا، مع اليابان، مع 16 دولة أخرى في عملية تبادل تجاري حر وتكلفة منخفضة مع دول عظمى خارج الاتحاد الأوروبي. ولكن أيضا هو لديه ما زال يسعى إلى وجود اتفاق اقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي، ما زالت المفاوضات قائمة، ويريد أيضا إجراء تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوروبي، مع أسبانيا وألمانيا وما إلى ذلك. إن فشلت أيضا المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، أعتقد أنه سوف يتجه إلى مفاوضات مع دول أخرى، سيتجه على سبيل المثال إلى ألمانيا ويحاول الاتفاق مع إجراء عملية تجارة حرة مع ألمانيا. استطاع ولكنها استطاعت خارج الاتحاد الأوروبي. الأمور متقسمة فعلا في بريطانيا، ولكن لم توضح الآن الصورة كاملة حتى الآن. أثر البريكسيت سوف يكون في عام 2021 إذا بدأنا نرى أثر اقتصادي أو الوضع الاقتصادي على عملية توقف التجارة مع على كل لم يتبقى سوى 6 أشهر عن هذا التاريخ. بريطانيا بالأمس أو خلال 24 ساعة الماضية سجلت 128 حالة وفاة بكورونا. هل هناك تخوفات في بريطانيا، تخوفات من المؤسسات الاقتصادية في بريطانيا، الشركات الكبرى، عن موجة تفشي ثانية، خصوصا أن بريطانيا لم تتجاوز هذا الوباء، لم تتجاوز هذا المرض، أكثر من 100 إصابة خلال أو 100 حالة وفاة خلال يوم واحد، بعدما تجاوزت دول أوروبية عديدة مثل فرنسا، إيطاليا، أسبانيا، ألمانيا، تجاوزت هذا الوباء ولا زال في بريطانيا. لأي مدى تتخوف أو النظام الاقتصادي في بريطانيا، الشركات والمؤسسات الكبرى الاقتصادية، يتخوفون من موجة ثانية للتفشي؟ أنا أعتقد أنه هو يعني الأعداد بدأت فعلا في الانخفاض، ولكن ما زالت في إصابات. ذكرت عدد الوفيات 128 حالة وفاة. نذكر لك أن الإصابات يوم الأمس وصلت حوالي 1600 و 1650 حالة إصابة في اليوم الواحد، ولكن بريطانيا تجري عدد كبير من الاختبارات يوميا ما يقرب 100,000 اختبار. ولكن هي المشكلة التي نواجهها هي إلى متى الغلق؟ هل نستطيع أن نصيب هذه الأزمة؟ نظل في غلق الاقتصاد والسيئهم فترة طويلة. يجب أن محاولة إجراء عملية فتح تدريجي حتى ترى أثر ذلك. الأعداد بدأت بالانخفاض في بريطانيا، ولذلك بدأت الحكومة تتحرك في إجراء عمليات فتح تدريجي لمعظم الأنشطة التجارية داخل بريطانيا حتى ترى أثر ذلك، ولكنها على استعداد أيضا أو تجري أو تأخذ الاعتبار أنها في أي لحظة ممكن تتجه إلى عملية إغلاق مرة أخرى. نعم، بنك إنجلترا يقول أن الاقتصاد البريطاني ربما ينكمش إلى ما يقرب من 14% هذا العام بالنسبة أو طبعا بناء على تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية. هل يمكن القول أن حكومة المحافظين، هذه الحكومة التي تتبنى برامج الرأسمالية ومبادئ الرأسمالية، يمكن أن تغير من سياساتها الاقتصادية خلال هذا العام على الأقل حتى يتم الانتهاء من تداعيات الاقتصادية لحكومة لوباء كورونا وتقترب إلى السياسات العمالية؟ أكيد طبعا، هي يجب عليها فعل ذلك. لو فشل القطاع الخاص، لو فشل الشركات القطاع الخاص، سوف تفشل الحكومه، سوف تجد زياده في عمليات معدلات الاجرام والمشاكل الاجتماعيه وما الى ذلك. الحكومه تساعد بضخ مجموعه من الاموال ايضا، دفع رواتب العاملين. الحكومه تسدد ما يقرب من 40 مليون جنيه استرليني في رواتب العاملين، وتستمر في ذلك حتى اكتوبر 2020 بهدف ضخ مساعدة القطاع الخاص. الأمر هنا خرج عن تفكير في مكانة الحكومة رأسمالية أو غير رأسمالية. هي أزمة تعاني منها الدولة، ويجب أن تتخذ هذا الإجراء من أجل مساعدة المواطنين ومساعدة القطاع الخاص حتى لا يهزم الجميع. طيب، هل حزب العمال يستفيد سياسيا من هذه الأزمة، من هذه الورطة التي تدخل فيها حكومة المحافظين أو حزب المحافظين، وهي التي تسلمت السلطة منذ أشهر قليلة، قبل أيام قليلة وأسابيع قليلة من وباء كورونا، من أزمة كورونا؟ نعم،
والله هو الموضوع السياسي هنا شائك جدا، لان حزب العمال يقتصر بشكل مستمر قرارات الحكومه فيما يخص فتح الاقتصاد، بانها متسرعه في بعض قراراتها، وانها تسعى الى دعم القطاع الخاص ودعم رجال الاعمال، ولا تهتم بالمواطنين ولا تهتم بصحه المواطنين، وهدفها هدف اقتصادي في المرحله الاولى. ويوجد هذا النوع من النقاش والجدال بين المواطنين. نعم، هو موضوع مستمر ولا يتوقف ولا حتى نعم ولا توقف طوال هذا العام، بالرغم من الاكتساح الكبير لحزب المحافظين في الانتخابات الأخيرة التي حدثت منذ أشهر قليلة، والتي بعدها مباشرة جاء ما يتعلق بوباء كورونا. طيب أستاذ أحمد، أي القطاعات في بريطانيا تعول عليها الحكومة في أن تكون قاطرة لإنهاء هذا الانكماش الاقتصادي الذي يقترب من 14%؟ والله هو يعني احنا لو تفصلنا ما حدث الأسبوع الماضي على سبيل المثال، القطاع المختص بعمليات تجارية وعملية محلات البيع والشراء وقطاع الملابس وقطاع المنتجات غير الأساسية بدأت الأسبوع الماضي في العمل، وتلاحظ أن أيضا جميع المحلات التجارية ممتلئة، المواطنين بدأوا ضغط أموال في شراء وما إلى ذلك. أيضا ظهر بشكل كبير الأسبوع الماضي الإحصائيات تدل أن الاقتصاد البريطاني وبعض القطاعات قطاع الشراء غير الاساسي في الملابس وما الى ذلك بدات العمل بشكل عالي جدا. ايضا نرى ان ايضا بعض القطاعات الخاصه بالتكنولوجيا ايضا بدات العمل وتحقيق ارباح عاليه جدا. فاعتقد ان بريطانيا تعول على النشاط التجاري الداخلي والسياحي الداخلي اكثر هذا العام، ولا تعتمد على او لا تتوقع وجود سائحين من خارج المملكه البريطانيه لتجاره بريطانيا خلال هذا موسم السيزون بتاع الصيف او ما الى ذلك من الفتره القادمه. هل تتوقع متى سوف يبدا التعافي في بريطانيا بخصوص الاقتصاد؟ محافظ بنك انجلترا يقول ان التداعيات الاقتصاديه على البنك هو ضعيف نسبيا وربما يبدا التعافي بشكل سريع، هل تعتبر ان هذه التصريحات متفائله الى حد كبير؟ يعني حتى متفائلة، وذلك لأنه أعتقد أنه يعني المشكلة التي نعاني منها أنها أعتقد أنها مشكلة مؤقتة، وذلك لأن الغلط هو غلط تعمد. على سبيل المثال نحن من وقفنا النشاط التجاري وذلك من أجل الأزمة الصحية التي نعاني منها، فإذا استطعنا التخلص من هذه الأزمة ووجود مثلا على سبيل المثال نص أو علاج لهذا الفيروس سوف تنطلق العملية الاقتصادية، ويكون هناك عملية ريكفري سريعة للاقتصاد، وهذا ما يعول عليه هنا في بريطانيا الاعتماد، متفائلين جدا فيما يخص بالفاكسين وخاصه جامعه اوكسفورد، هم اعتقادهم ان في شهر سبتمبر او في اكتوبر سوف يكون الامر تحت السيطره وسوف يعود الاقتصاد الى العمل بشكله الكامل، ومن هنا ياتي التفاؤل الشديد فيما يخص عمليه العوده والعوده الى مكانها. طيب، قبل ازمه كورونا. استاذ عبود، سؤال اخير واعتذر لك على هذه الاطاله، الى اي مدى تاثر المواطن البريطاني بشكل مباشر من تداعيات هذه الازمه فيما يتعلق بارتفاع معدلات البطاله او حتى مستوى المعيشه للمواطن البريطاني جراء الازمه الاقتصاديه؟ خلينا نقول ان الاثر له اثر اقتصادي واثر نفسي ايضا على المواطن البريطاني. طبيعه الحياه في بريطانيا هنا تعتمد ان على سبيل المثال مثال صغير جدا، المنازل هنا حجمها ضيق جدا وصغيره الحجم، فاي وجود الاقامه في المنزل امر صعب جدا على المواطن البريطاني، عدم الخروج وعدم التماشي وعدم ممارسه الرياضه وما الى ذلك اثر نفسيا وادى الى زياده الحالات المنتل ايشوز عند المواطن البريطاني مرتفعه جدا الفتره اللي فاتت. ايضا عمليه توقف العمل وما الى ذلك اثر على العوائد والمرتبات، عمليه الشراء وما الى ذلك، على سبيل المثال بعض الشركات غيرت عملية دفع الرواتب من 80% إلى 70%، نرى بعض الشركات تسدد فقط 60% من رواتب العاملين، فإذا كانت تقبض على سبيل المثال مرتبك 1000 استرليني بتاخذ حوالي 800 أو 700 استرليني، هذا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن
أثر على حياته الطبيعية. إذا الدولة واحدة، الدولة ليست واحدة التي منيت بهذه الخسائر الاقتصادية، لكن المواطن تضرر أيضا بشكل كبير. نعم، جراء التداعيات طبعاً الاقتصادية. نعم، السلبية لجائحة. نعم، كورونا. على أي حال الدكتور أحمد عبود المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة. كنت معنا عبر خدمة سكايب من العاصمة البريطانية لندن. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من الآن على رأس الساعة. ألقاكم مع زميلتي فيروز مكي في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.